صباح الخير يا ريم. فعلا خطأ في نموذج إجابة امتحان الفيزياء غير ترتيب أوائل الثانوية العامة بعد ما قررت الوزارة إنها تضيف درجتين لبعض الطلاب بشعبة علم علوم نتيجة خطأ في نموذج إجابة امتحان الفيزياء، فبقت بقى الأول على الجمهورية في المركز الثالث والتاني بقى هو الأول والتالت بقى هو التاني. طبعا أحال وزير التربية والتعليم اللجنة اللي كانت مشرفة على إجابات امتحان الفيزياء للتحقيق وسحب يعني هذا النموذج من بنوك الإجابات. وهذا شيء من جد غريب ولأول مرة يحصل، بس ممكن حيزعل ناس يعني كثير مساكين الطلاب يعني اللي رح يتأثروا بهذا التغيير اللي كان، بس درجتين فرقوا شفتي؟ بالضبط، فرقت كثير في الترتيب، يعني الأول اللي كان هو الأول وكان فرحان يعني سرقوا الفرحة منه مسكين، وبقى الثاني يعني تغيرت المعايير وتغير الترتيب.